ناخذ هلا نفس عميق شهيق وزفير، ومنمد حالنا هيك لقدام بهاي الطريقه بالضبط، ومنسكر الكفين، وبكل هدوء منرتفع على اقل من مهلنا مع لمس الركبتين ونحن عم نطلع، وبالاخير نفس عميق. نورا شبكي ولي؟ اوف يا اوف يا، يخرب بيتك نقصتيني، كانت رح تجيني الجلطه. لا بعرفك كثير قويه، لازم تنتبهي منيح وتركزي معي هلا وتجاوبيني على كل اسئلتي مشان ما اجلطك عن جد. يلا خلصيني، شو بدك؟ اوف، بتعرفي اني لهلا مو نايمه؟ حاولت وفكرت كثير بس ما لقيت تفسير. حياة، بتحبه لمراد ولا بتحب ابراهيم يا ترى؟ شو دخلك؟ شو دخلني؟ اسألي مراد، اسألي حياة، اسألي ابراهيم، انا شو بيعرفني؟ بحب الحكي، لساني طويل، انا فضولي اشي نو. اي نعم، انت كل هدول مع بعضهم، معقول الكل كرهاني لهالدرجة؟ ما عاد في بالكم رحمة؟ ترضي يصير فيكي مثلي؟ ليكي تعي لعندي اخر الاسبوع، عزمتك على اكل طيب. لا ماني جاي، رايحة على حفلة عيد ميلاد حياة، مراد عزمني، إذا ما رحت رح يزعل. لك أنا شو خبصت يا رجل؟ مراد عم يحضر حفلة عيد ميلاد حياة يعني؟ بده يعملها؟ بس وقت عزايمي بيجي بطلوع الروح؟ وصلني الجواب، أوكي، باي. عبالي موتك نوران خانم. بدي اياكي تهدي شوي. ما بقدر ما بقدر، عن جد زعجتني هالحية الصفرة. اوف، يلا قومي. نوران خانم حاولي تهدي شوي وطردي الطاقة السلبية. شو انتي ما بتفهمي ولا؟ لكن إلعي من هون، روحي. معلش حاولي معي، انتي لازم تهدي اكثر. يلا حياتي يلا طلعي لحتى اشوف بعيوني كيف بدك تروحي على بيت مراد. مفكرين ما معي خبر وعم تضحكوا علي؟ مرام انا. كيف يعني؟ بعد يومين مراد بده يعمل لك عيد ميلاد وهلا طالعه مع ابراهيم؟ هتجنني هالبنت؟ يي؟ لا مو طبيعية، حتى أنا ما فيني ساوي مثلها هيك. العمى عم تحكي مع اثنين بنفس الوقت؟ أكيد عم تخبص لها بشي شغلة ها؟ بس إلا ما أعرف شو هي. روح الحق السيارة اللي مشيت هلا، روح روح بسرعة. صار لي سنين ناطر هيك لحظة، تحت أمرك يا خانم، أنت بتأمري أمر. عاملين حفلة لعيد ميلادي آخر الأسبوع، بتحب تيجي معنا؟ خلينا نفك الشفرة اللي بالجملة بالأول. قلتي لي عاملين حفلة، يعني في حدا معين غيرك هو اللي عامل الحفلة، وسألتيني إذا بحب إجي، وأكيد رح يكون في معزيم. هلا أنت هيك بتقضي حياتك عم تفسر كل كلمة؟ اللي عامل الحفلة مراد، أسيل وأنور وكرم وبيسان كمان رح يكونوا هنيك. ما بظن إنه مراد بده يعزمني على هالحفلة. وليش ما يعزمك؟ ما هو عيد ميلادي إلي. عن جد عيد ميلادي؟ لا عيد ميلاد سونا، الكل مفكرينه هيك لأنه مكتوب بالسي في. شوفي ليش رجعتي شردتي؟ اليوم كله ما كان حلو. مراد لما عرف انه كل شيء كان كذب صار يتصرف على هالاساس. ولهالسبب عم يعمل فيك هيك، فعن جد لا تواخذني. تصرفاته لمراد ما بتهمني بنور،
ما بتفرق معي شو ما قال وشو ما عمل. أنا كل همي إنه تكوني مبسوطة، كون مرتاح إذا انبسطتي. يا شريكي، كأني حاسس انه بعد فترة رح ينساني. معناتها بيعرف اني بحبه كتير. قصدك انت بتحبيه وانا بأذيه يعني؟ هدول عايشين ومبسوطين كأنهم عائلة واحدة. يي لما مراد خبرني ما رديت ولا قلت شي. ما حبيتي تردي. يمكن معك حق، بالأخير رح تقولي له كل شي وتعترفي له باللي عملتي، ما عاد في مهرب. وأنا هيك رأيي. قولي له وخلصي، ترتاحي بعدين. بدي قلكن شغلة، شارلوك كأنه عم يحاول يشارك بالحديث معنا. لا مالل وبده يتمشى. طلعت مالل بالأخير؟ ايه مالل. شكلك بتحب المشاوير كتير. شو رأيك يا حلو تاخدك أسيل مشوار تتسلى شوي؟ أنا من ناحيتي موافق، وشارلوك شكله موافق كمان. فيكن تروحوا. وقفي شوي أسيل، بخاف بدل ما أنت تمشي هو يمشيكي. ما في لزوم للأكشن عند هالمسا. يلا الحقوني لشوف. امشي. أنت مو غلطانة، اهدي ورؤي. بعرف اني مو غلطان ابنه، القصة اني مو عرفانة كيف بدي خبره ومن وين بدي بلش. والله مالي عرفانة، مرعوبة يا ابراهيم، مرعوبة عن جد. انت خايفة كتير لانك ما بتعرفي شو اللي بدك تواجهي. اللي مخوفك هو ردة فعله بس. شو رأيك تعملي بروفا؟ هيكي صدقيني أنا ما عم أمزح، يعني فيني أحذر شو ممكن تكون ردة فعله لمراد أو شو ممكن يسألك حتى. لازم تستجمعي كل قوتك وتتخيلي إنه اللي قدامك مراد، وقولي اللي بدك تقولي. وقت رح تحكي فورا رح تحسي إنك حرة. يلا. أنا كنت عم كذب مراد، الحقيقة أني أنا مو سونا بكتاش.